من النادي الاهلي برضو والخبر اللي معانا، المؤتمرات الصحفيه تعود براعي للاهلي كما تعودنا. النادي الاهلي في اي خناقه زي ما احنا متعودين مع اتحاد الكوره مع اي حد في الاخر بيفوز، لقاء استعراض عضلات. هو ممكن يكون حق احنا مش عارفين بمنتهى الصراحه، ولكن النادي الاهلي زي ما عودنا بمبادئه يعني بسيستمه بترتيبه دايما في الاواضي بيخش بيفوز. فالنادي الاهلي كان لقاء الحقيقه كبير جدا بينه وبين اتحاد الكوره على الرعاه، وسمعنا ان الموضوع هيبقى خلاص المؤتمرات هتبقى من غير رعاه، ولكن بيعود النادي الاهلي وبيؤكد ان مؤتمره في لقاء الاسماعيلي برعاه وان هو هيبلغ اتحاد الكوره بكده. وخلاص بقى امر واقع، وزي ما توقعنا وقلنا في الاول ان دائما لقاءات النادي الاهلي واتحاد الكوره تنتهي بفوز النادي الاهلي 20-0.